سمعي ليا بعدا هاد التقرميشه. اليوم غادي نعطيك الوصفه السحريه ديال محبوبات الجماهير، معقوده احسن ديال الزنقه، مقرمشه وبنينه وبلا بيض مع ساندويتش الشعب بدون منازع. لهذا سيداتي تبعي معايا لا فيديو من الاول حتى الاخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير. وكالعاده الله يسهل عليكم والله يجازيكم بخير. ما تنساوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط، وبالبارطاج باش تعمل فائده على الجميع. ومرحبا و100 الف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مره كينضموا القناه يعجبهم اكيد المحتوى. ما عليهم الا يفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه الصويريه. قبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو ببركة الله ونقولوا بسم الله. واول حاجه كنحتاج هنايا 500 غرام ديال البطاطا، اي نص كيلو، وانتم غتخدموا بالكميه اللي بغيتو. كناخذوا البطاطا وكنغسلوها مزيان مزيان وكنسلقوها بالقشره ديالها، هذه اهم حاجه باش تنجح معكم اكيد الوصفه، باش كتبقى محافظه على جميع النشويات اللي فيها. يعني كنسلقوها بالقشره ديالها وكنقيوها وهي مازال سخونه، مباشره وهي باقا سخونه كنضيفوا هنايا التوابل كالتالي: عندي نص معلقه صغيره من الابزار، نص معلقه صغيره من الخرقوم، ربع ملعقه صغيره من سكينجبير، وكذلك كنحتاج هنايا نص ملعقه صغيره من التحميره، وملعقه صغيره مملوءه جيدا من الكمون او الكمون، هي كتبغي الكمون زياده واحد شويه على التوابل الاخرى. عندي هنايا الربيع او القزبر معدنوس ديجا درته معكم، وغنخلي لكم في رابط صندوق الوصف وقت ما احتاجيتو كنلقاه واجد، يعني كنبقاو محتفظين به لمده اطول وغير في الثلاجه، ممزوجه معاه شويه ديال الثومه. نتوما الا ما كانش عندكم هذا القزبر واجد ومعاه الثومه، غادي تضيفوا تقريبا واحد 3 حتى 4 ديال الفصوص ديال الثومه يكونوا مدقوقين مع الربيع او محكوكين، والملح حسب الذوق. وما حتى هي سخونه كناخذوا هذه المعاسه ديال البطاطا او الفورشيت وكنعسوها، ما حتى هي سخونه باش كتسهل علينا وكتندمج لينا مزيان مزيان مع العطريه ومع المكونات والمقادير. هذه المعاسه حتى هي نشاركها معكم، خديتها من المعرض ديال 5 دراهم، معرض الدراويش، كتسهل علينا باش نبجغوا او باش نعجنوا هذه البطاطا بطريقه سهله، يعني بلا ما نخدموا الفورشيت ونحرقوا يدينا، لاننا كيف ما قلت لكم خصنا نمعسوها او نبجغوها، كل واحد اش كيقول ليها او نعجنوها، هي مازال سخونه. من بعد ما كنخلطها مزيان مزيان حتى كنحصل على هذا القوام، هذا ما كتكونش كتلصق ما بين يدينا، وهذا هو الفرق منين كنسلقوا البطاطا بالقشره ديالها والفرق باش كنسلقوها بلا قشره. يعني ملي كنسلقوها كنقيوها عاد كنسلقوها كيكون فيها المزائد، واخا نصفي واحد حتى تعيا كيبقى فيها داك المزائد، والناس اللي كيحضروا معقوده تيقول لك كتبقى تلصق لينا ما بين يدينا. من الاحسن نسلقوها بالقشره ديالها باش كتبقى على هذا القوام هذا. كنمروا الان باش نشكلوها، كنشكلوها دوائر على حسب الحجم اللي بغينا، كبارين صغارين متوسطين، انا درتهم بالحجم المتوسط. كيف ما كتشاهدوا معايا كتشكل ليا بكل سهوله، ما كندير لا ما في يدي ولا زيت، ما كتلصقش نهائيا. بعد ما كنشكلوها كلها هي كنديروها في واحد الطبيسيل او في واحد السوينيه ونوضعوها، لكن مزروبين، نوضعوها في المجمد لمده 15 دقيقه، كنا يعني ماشي مزروبين، نوضعوها في الثلاجه تقريبا واحد 20 دقيقه باش كتقبض راسها مزيان مزيان، وهذا سر من الاسرار باش ما كترتقش لينا المعقوده اثناء القلي. بيد ما كنوضعها انا في المجمد ما كنضيعوش الوقت نهائيا، مباشره كنحضروا الخلطه السحريه. عندي هنايا 100 غرام ديال الدقيق الفرص اللي كنصيبوا به الحلويات، الدقيق الرطب اي عبار كاس العنبه، كاس مملوء جيدا، وبالمعالقه كنديروا واحد 6 ديال المعالق بومبي كبار، عطيتكم العبار بالمعلقه وبالكاس وبالغرام. كندير نفس التوابل اللي درت في معقوده، كندير البزار وكندير التحميره الكمون الخرقوم وداك الربيع اللي فيه الثومه، ممكن ديروا حتى ثومه بودره. كنضيف هنايا معلقه كبيره ممسوحه من الخميره ديال الخبز، الخميره العاديه معجونه او الحبيبات. بالنسبه للكميه ديال الماء كندير هنايا كاس ونص ديال الماء من عبر كاس العنبه، والماء يكون دافئ بحال اللي كنعجنوا به تماما، ما يكونش بارد من الصنبور باش تنجح معكم اكيد
الوصفة كنحرك الكل جيدا مزيان مزيان، وكنوضع هذا الخليط جانبا فوق سطح العمل لمدة 10 دقائق، ما نفوتوها ما نقربوا عليها 10 دقائق، باش كيضعف لينا هذا الحجم ديال هذا الخليط والقوام ديالو كيختار تماما بحال اللي كنحضروا البغرير، كيولي القوام ديالو بحال القوام ديال البغرير تماما. بالنسبة للكمية ديال هذا الخليط راه غتكفيكم في كيلو ديال البطاطا، نتوما ديروا غير نص الكمية ديال هذا الخليط هذا، يعني كديروا نص كاس ديال الدقيق وكاس الا ربع ديال الماء دافئ والتوابل كالتالي. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما دازت 10 دقائق هذا هو القوام ديال الخليط. في نفس الوقت داك 10 دقائق راه درنا معقوده ديالنا في الكونجيلاتور او درناها في الثلاجه كتكون قابطه راسها، الخليط كيكون واجد. ونمروا الان المرحله المواليه، مرحله باش غادي نقليو هاد المعقوده، كنديروا الزيت ديالنا تسخن مزيان مزيان والكميه تكون لا باس بها. كناخذوا هنايا الحبه ديال المعقوده كنغطسوها في هذا الخليط وكنصفيو مزيان مزيان بالفورشيط باش ما يكونش لينا واحد النقيطات مع الزيت كيتحركوا دغيا وغيولي الشكل ديال المعقوده ديالنا ماشي زوين، يعني داك النقيطات ديال الدقيق الا طاحوا لنا في الزيت غادي يتحركوا من الاولين ويلصقوا لنا على الحبات ديال المعقوده والشكل ديالهم ما غيكونش جميل. والنصيحه اللي ضروري ناكد عليها، منين كنوضعوا داك الحبات ديال المعقوده ميم با غير كنوضعوهم كنكونوا محضرين واحد المعلقه حدانا كنبقاو نفرغوا من الفوق ديال المعقوده، كناخذوا داك الزيت اللي سخونه يعني ولنا راه مجهده كنبقاو نفرغوا عليها داك الزيت من الفوق باش كتنفخ لينا وكتبومبا وكتولي تماما بحال ديال الزنقه غير شكلا، اما مذاقا ما كاينش محسن من شغل ديال الدار. كتاكلي وكتعرفي اشنو كتاكلي. كيف ما كتشاهدوا معايا كنرفد الزيت وكنبقى نفرغوا بهذه الطريقه هذه على الحبات ديال المعقوده ديالي. كيف ما كتشاهدوا معايا انا غادي نكمل الكميه كلها هي اللي عندي بنفس الطريقه، ملي كنفرغ الزيت كنقلبهم للجهه الاخرى والنار تكون مجهده ما تكونش مهيله باش ما تشربش لينا الزيت، وعلى العموم بهذه الطريقه هذه راه ما كتشربش الزيت نهائيا. وكيف ما كتشاهدي معايا سيداتي وكيف ما سمعتي القرمشه في بدايه لا فيديو كتجي من اروع ومن الد ما غتجربي في معقوده، ناجحه مليار بالميه، ما غنقولكش 100% ناجحه مليار بالميه وبدون تعقيدات ولا كثرت المراحل، غير تبعي معايا لا فيديو من الاول حتى الاخير وغادي تشكريني عليها. ودابا ما بقى لينا الا نحضروا واحد الساندويتش محبوب الجماهير بدون منازع، يعني ساندويتش ديال الشعب. غادي ناخذ هنا خبيزه، وهذا الخبز هذا راني سبق ليا وحضرته معكم هو والكيتشوب والمايونيز منزلي، يعني هاد معقوده بالخبز ديالها بالكيتشوب ديالها بالمايونيز ديالها يعني كلها صنع منزلي 100%. غنخلي لكم الروابط ديال المايونيز بالبيض وبلا بيض، وغادي نخلي لكم الرابط ديال الكيتشوب اللي تحضريه في المنزل وكذلك الرابط ديال خبز الدار ينافس المخابز. كيف ما كتشاهدوا معايا خديت هنايا الخبيزه ديالي وكندير فيها البصله مطيشه، يعني هذه هي الطريقه المعروفه على ساندويتش ديال المعقوده. وانتيا بغيتي شي حاجه حد فيها عندك شي مكونات اخرى بحال الخس بحال الخيار اي حاجه بغيتي تضيفيها ضيفيها. كيف ما كتشاهدي معايا سيداتي كندير هنايا البصله شويه ديال مطيشه كيتشوب مايونيز، ممكن ديروا حتى الحار لكم الاختيار. كناخذ هنايا واحد 3 ديال الحبات ديال المعقوده او 4 على حسب الحجم ديال الخبيزه ديالكم وكنديرهم، يعني كتجي واحد الخبزه ما شهيتكم فيها. اييه خبيزه ديال الدراويش ولكن مشبعه ومغريه وما كاينش ما لد منها، يعني كتنفعنا في هذا الجو هذا وكذلك سهله وسريعه والعشاق معقوده وكيشدوا عليها السيرفيس على برا. من اليوم غتحضريها في البيت ديالك وغتاكليها وتلذذي بها، وكيف ما قلت لكم ما كاين ما احسن من الحاجه ديال الدار، كتاكلي وكتعرفي اشنو كتاكلي. كيف ما كتشاهدوا معايا هذا هو الساندويتش ديال الدراويش وهذه هي المعقوده، وكنتمنى نكون عطيتكم جميع الاسرار باش تنجح معكم 100%. وما بقى ليا غير نقول لكم بالصحه والراحه، وهذه هي معقودة ديالنا والأسرار ديالها وبلا بيض، كتجي من أروع ما يكون ومن ألذ ما يكون. نتمنى ينال إعجابكم لافيديو ديال اليوم، وما تنساوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط وبالبارتاج، علاش لا، باش تعم الفائدة على الجميع. كنشكركم بزاف بزاف على التعليقات ديالكم المحفزين والمشجعين باش نستمر نعطي أحسن ما عندي. كنشكركم متابعة وإلى اللقاء في وصفة مقبلة إن شاء الله، دائما مع السهل والسريع والاقتصادي على قناة سكينة سوريا. شكرا لكم وإلى اللقاء.